الحدود راه كاين شويه ديال الحدود موجود، وبالنسبه للطلب راه قليل شويه على حسب كورونا. بالنسبه بحال الناس اللي كيجيو من تيزني تارودان تنواحي ديال اكادير راه ما كاينينش، كاين على الناس ديال اكادير. وبالنسبه للطرف ديال الحدود راه شويه شويه هذا العام ناقص شويه في الطلب، واثمنه الثمنه بالنسبه لهذا الفيروس ديال كورونا هو اللي دار هذا المشكل. ما كاينش بزاف الناس ما كيخرجوا من ديورهم، وبالنسبه للبحر راه خدامين على حساب رمضان وبالنسبه للموجود راه كاين. الطلب ناقص شويه في هذا الايام، باقي ما دخلش رمضان الطلب ناقص شويه. بالنسبه للاثمنه راه باقي هو مع اكادير، هو اللي خدام كامل في المغرب، المينا ديال اكادير هي اللي خدامه في اكادير. بحال اللي جا كاين الثمن شويه ناقص، بحال نشوف داير 10 دراهم والسرديل داير 10 دراهم، بالنسبه للمينا داير 50 درهم، الكروفيت هو اللي ناقص شويه ما كاينش بزاف، كداير 100 درهم 120 درهم، كالامار دايره 80 بين 80 و100، والسي بي دايره 70 درهم. بالنسبه للحد القشره بحال باج رويال الدوراد داكشي قليل شويه، باقي في الثمن ديالو هو. بالنسبه للانغوست والمر هو اللي طايحين عاوتاني في الثمن على حساب الريستورات ما خدامينش. وبالنسبه للموجود راه كاين موجود خدا هاد اليامات بزاف، في الاول في اكادير كاين شويه الموجود عليه طلب بزاف، بحال كازا كيتخدم من اكادير، مراكش من ناحيه كلشي المغرب كيتخدم من اكادير. اثمنه خويا الاثمنه مزيانه، السوق مزيان، واخا كانت كورونا الحوت تا هو قليل في المرصاد شويه، كنجيبو داك شويه كنفكو مع الناس، الثمن مزيان والحمد لله. رمضان غيكون فيه الخير وغيكون الحوت مزيان وموجود، وحنا كنطلبوا الله تعالى يبعدنا هذا الوباء. ما كان حتى شي خوف، الخير موجود في المغرب الحمد لله، الخير موجود وثمن مزيان، وكل عام كنقولوا الفكره ديال راه الحوت غالي، ما الحوت غالي، الحوت ديما ثمن مزيان، ثمن مناسب، الخير موجود، الناس كلهم خدامين على الحوت، البحريه خدامين، كل شيء خدام، الجو مزيان. كنطلبوا الله تعالى يبعد منا على هذا الوباء، اما الامور غاديه بخير وعلى خير. النصيحه ديالنا المغاربه يدخلوا لديورهم، يدخلوا لديورهم بان هذا الوباء قاطع شويه، واحد الانسان اللي معطيه الورقه ديالو يخرج يقضي الغرض ديالو ويرجع عند وليداته بسلام، بانه لبقى هو كيدور منخرط مع الناس غيقدر يلقط الوباء يدي لوليداته، وغادي يولي مدبر على شي كارثه ماشي هي هذيك. نطلب من الناس انا ريحوا في ديورهم، والناس اللي مسؤول عندهم كيتقدى لهم ويخرج يتقدى لهم ويرجع بحالته عند وليداته بسلام. السلام على المشاهدين الكرام. بالنسبه للاثمنه ديال الحوت اخويا، الاثمنه مستقره في الثمن اللي موالف، اللي كاين ما تزاد والو ما ناقص والو، كتختلف القضيه غير في جوج النقاط. هاد المهنه عندنا حنا متعلقه بالجو، يعني الا كان الجو مزيان راه كيكون الحوت، الا كان الجو راه هادشي كيعرفوه الناس الشاطئيه ديال المدن كاع الشاطئيه تيعرفوا هاد المساله، بان الاثمنه متعلقه بالجوده. اولا الجوده، كتلقى واحد النوع ديال الحوت مثلا شي حاجه ديال البارح شي حاجه ديال اليوم، كتلقى الفرق كاين في الثمن بسيط، شي 10 دراهم، هادشي كيتقبلوه الناس ديال اكادير، لان تيشريو الحوت ديما تبارك الله تيعرفوا الجوده، ما تيهمش 10 دراهم زايده ناقصه، هما تيعرفوا لان الاغلبيه فيهم تيمشيو للميناء وتيلاحظوا. اخويا كنقول المغاربه الحمد لله الخير ديال بلادنا كثير، اللهم لك الحمد، الحوت دائما كاين، فهمتي، الحوت دائما تبارك الله كاين. وهادشي كيتعلق اخويا بالبحر، الا كان الجو زين راه كيكون الحوت، الا كان الجو واعر شويه البحر راه كيكون الحوت قليل، والناس تيعرفوا هادشي، الناس اللي كيتقداو الحوت دائما وداكشي ما تنوحلوش معاهم في الاثمنه ولا شي حاجه اللي هي على القبيل ولا الجوده ولا لا. ونتمنوا الله سبحانه وتعالى الله يرفع علينا هذا البلاء، لان هذا البلاء فعلا ما اثرش بالنسبه لنا احنا كمهنيين، واحد النسبه قليله يعني كاين الحمد لله، الناس تيجي وتيتقداو عادي، اللي يتقدا تيمشي بحالاته، المهنيين كاع واخدين الاحتياطات ديالهم، كاع واعيين بالمسؤوليه، كاع واعيين كما كتشوفوا السوق راه منظم زوين نقي سميتو. ونتمنوا الله سبحانه وتعالى الله يجنبنا هذا الوباء، لان كاع كنا احنا خدامين وخدامين بعض القطاعات، وقطاعات اخرين ما خدامينش راه كتشوفها تتألم لبعض الناس اخرين مساكن ما عندهمش. والله يطول عمر سيدنا، الله يبارك في عمر سيدنا، لان تهلف الناس مساكن اللي ما عندهمش، بعدا على الاقل لقاو داك شويه باش كنتمناو مزيد من بحال هاد المبادرات، كنتمناو مزيد، لان الشعب راه عرفتي الهشاشه، والناس اللي مساكن خدامين غير عشوائيين، ما كاينش دابا توقف عليهم كل شيء وداك الشيء، راه هما اللي تروجوا معاهم حنا بزاف. بالنسبه للاثمنه، كاين الاثمنه تتعرف بعض المرات تطلع تتهبط،
وتنتمنوا انه مع هذه الجائحه ديال الوباء ديال كورونا انه المسؤولين على الاسعار انهم يحاولوا ما امكن انهم يشدوا استدير يحاولوا ما امكن انهم يديروا جميع استدير يحاولوا ما امكن انهم يحاولوا ياخذوا جميع الاحتياطات باش خاصه مع قدوم الشهر الكريم ديال رمضان باش الاثمنه انها ما تعرفش واحد ارتفاع صاروخي خاصه وان الظروف الاجتماعيه ديال الساكنه ديال مدينه اكادير خاصه تتعاني اجتماعيا ونتمنوا هاد الوباء يمشي بحاله والامور ترجع لمياها ان شاء الله.